45 ناسيوناليتي اللي هي من لو جروب اللي عندي انايا ماركش اكسبات، وجمعنا فيها 8 ديال لي ناسيوناليتي اللي هما اللي غادي يطيبوا من المغاربه، منهم ثلاث ناسيوناليتي، منهم هنود، منهم فرنسي، ايطاليان، اسبانيول. وزيد هذا التظاهر علاش دارت على جوج ديال الحوايج. واحد هو باش الناس يتلاقاو من لي ناسيوناليتي كلهم، لان شحال من مره غادي نقدروا نلقاو واحد مغربي غادي يتلاقى مع ولادنا باغ اكزومبل، غادي يتلاقى واحد ولد مغربي مع واحد فرنساوي مع واحد كوري، ما عندناش هاد لوبورتونيتي. هاد لوبورتونيتي كاينه، درناها دابا في مراكش، ودابا شنو هو اللي كاين اللي هو اوسي اسونسيال، هو الناس اللي غادي يتلاقاو من لي ناسيوناليتي ديفيرونت اللي غادي يقدروا بيناتهم يجلسوا ويشاركوا الطعام. هادشي هو اللي بغينا. Nous sommes représentants de la culture russophone, ça veut dire culture russe, ukrainienne et tout. D'abord, il y a un événement à Marrakech, la cuisine des expats. On a présenté notre cuisine, la cuisine russe, ukrainienne, tout ce que nous faisons ici. Marhaba bekoum et soyez bienvenus. Tabakh roussi, houa lham ou tandiru les salades. Aziz Alina, les soupes différentes et les gâteaux, surtout les gâteaux, c'est avec été, avec tout. Été, je dirais aussi, c'est un peu mais été noir, tandis que fait le mât, ou chouette de sucre, ou lakin ماشي بحال été maghribi. كنت توجدوا هنا في الملعب باش تكون مشاركتنا فعاله في تقديم واحد الوجبه اللي هي رئيسيه، ومن بين الوجبات اللي ما عمرها كتموت. ولا هذا السكسو كي تشوفوا هذا موروث ثقافي ورثنا على ابائنا واجدادنا. انتم الان متواجدين في الرواق ديال التعاونيه اللي موجود بدوار دوار كريزيزا جماعه بروس اقليم رحامنا قياده سيدي بوعثمان. هاد المتعاونات كيفتلو كسكسو بيديهم بالمنتوجات الطبيعيه ديال الدوار، مثل الدراش، الشعير، القماح، النبق، إيلان. هاد المنتوجات اللي بداو تينقرضوا واللي حنا في التعاونيه حاولنا بان باش نتمنوهم، وباش تكون واحد الجوده فعاله، وباش يكون هاد التثمين اللي في صالح المستهلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.